اتكلمنا على الاكسترين اوبتمايزيشن تمام. النهارده هنتكلم على المره اللي اتكلمنا على الانكونسترين، النهارده هنتكلم على الكونسترين تمام. يعني ايه كونسترين؟ ببساطه يعني بعمل اوبتمايزيشن اوبجكت فانكشن مع الكونسترين تمام. طيب الكونسترين دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون one constraint ممكن تكون inequality constraint تمام. يعني ايه inequality constraint؟ يعني هو مديني constraint بيقول لي ده بيساوي حاجه تمام. طيب inequality معناه ايه؟ اكبر منه او يساوي اقل منه او يساوي. يعني مثلا فور اكزامبل كونسترين اتش ده كونسترين اكس 1 واكس 2 اللي هم الديزاين فاليوز بيساوي اكس 1 زي ما نشوف دلوقتي فهو مثلا اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي 4 تمام؟ اكبر منه او يساوي 4 تمام؟ طيب مبدئيا كده احنا قلنا الكونسترين بتتكتب ازاي؟ بتتكتب ازاي؟ اي كونسترين عندي لازم يكون اقل من او يساوي تمام؟ هنشوف دلوقتي ايه في المسائل الحاجات دي. المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الانكونسترين قلنا ايه؟ قلنا ان احنا بيكون عندنا اوبجكت فانكشن اف بيكون اكس اكس 1 لحد اكس ان تمام؟ بعمل ايه في الاوبجكت فانكشن دي؟ اقوم جاي التفاضل الاول بالنسبه للمتغير الاول، لو عندي متغير واحد هيكون اكس واحد بس واساوي ده بزيرو تمام. من المعادله دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها ايه؟ نيسيسري كونديشن. بالظبط كده. طيب دي معادله جبريه عادي خالص، احسب منها قيمه اكس واحد ستار، ده اللي هو يمثل ايه؟ ستيشنري بوينت. ببساطه خالص كنت ناخد الستيشنري بوينت اللي انا بحسبها من السيستم كونديشن ده واعوض بيها تمام؟ احسب منها الاوبتيمم فاليو للفانكشن دي تمام كده؟ طيب قلت لو كان عندي اكتر من فاليبل كنت بعمل نفس الكلام نفس الستيب بس بشكل ايه؟ مالتي فاريبل، يعني ماتريكس، وكنت بكون حاجه اسمها اتش ماتريكس تمام كده؟ فاكرين الاتش ماتريكس؟ تمام. النهارده احنا عايزين نعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها بس هيكون معانا حاجه زياده في المساله. الحاجه الزياده اللي في المساله دي اللي هي الكونسترين، فاحنا عايزين ندخل الكونسترين بشكل معين جوه الاوبجكت فانكشن، وبعد ما ندخل الكونسترين جوه الاوبجكت فانكشن نعمل نفس البروسيجر اللي احنا بنعمله، ان احنا هنفاضل ونساوي التفاضل من بصفر ونحسب منه الايه؟ الستيشنري بوينت تمام كده؟ يبقى الخطوه الوحيده اللي هتزيد ايه؟ هي ان انا ادخل الكونسترين جوه الاوبجكت فانكشن بشكل ايه؟ بشكل معين. ايه هو الشكل ده بقى؟ اللي اتكلم عن الموضوع ده نظريه اسمها لاجرانج فيلد تمام؟ لاجرانج فيلد بيقول ايه بقى؟ بيقول لما لو كان عندي اوبجيكت فانكشن اف فانكشن اوف اكس تمام؟ وعندك ديزاين فاريبلز مثلا اكس اللي هي فيكتور اكس 1 لحد اكس ان، وعندك كونسترين او كونسترينز اتش مثلا فانكشن في اكس تمام؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الايكواليتي كونسترين. تمام؟ يبقى انا عندي اوبجيكت فانكشن اللي في اكس وعندي ده كونسترين. علشان ندخل الكونسترين ده مع اوبجيكت فانكشن يتكون حاجه اسمها لاجرانج ايكويشن. لاجرانج ايكويشن هنرمز لها بالرمز ال. تمام؟ لاجرانج ايكويشن دي يا شباب بتساوي ايه؟
بتساوي اوبجكتيف فانكشن عادي خالص. تمام؟ أول حاجة أول ترم فيها الأوبجكتيف فانكشن زائد الكونسترين، بس الكونسترين ده مظروف في حاجة معينة. الحاجة دي يا شباب اسمها إيه؟ اسمها لاجرانج مالتي بلاير. الكلام ده جه منين؟ هقول لكم دلوقتي جه منين. لحد دلوقتي في مشكلة؟ بطل الايكويشن الكونسترينت في لاجرانج مالتي بلاير اضيفه على الاوبجكتيف فانكشن. طيب لو عندي ده مثلا كان اتش 1، لو عندي كونسترينت تاني اتش 2 اوف اكس هضيفه ازاي في المعادله؟ هيبقى ده المالتي بلاير الاولاني زائد المالتي بلاير الثاني مضروب في الكونسترينت الثاني وهكذا بقى لحد الرقم ان من المالتي بلايرز مضروب في الرقم ان من الكونسترينت. يبقى بالتالي عدد اللاجرانج مالتبلاير بيساوي ايه؟ نمبر اوف كونسترينت. في مشكله لحد دلوقتي؟ ال دي اللي هي اللاجرانج ايكويشن هي الاوبجيكتيف فانكشن في اللي انت هتفضلها وتساويها بالصفر وتحسب منها الاستيشنري فيكتورز. في مشكله؟ الكلام ده بقى جه منين؟ هناخد اكزامبل يا شباب ونشرح عليه الاسباب بتاع الايه؟ بتاع اللاجرانج كتير. لو عندي اوبجيكتيف فانكشن، فانكشن في اكس 1 واكس 2 بتساوي اكس 1 ناقص 1.5 سكوير بلس اكس 2 ناقص 1.5 سكوير. دي الايه؟ الاوبجيكتيف فانكشن. وعندي في مسألة كونسترين واحد اتش اكس 1 واكس 2 بتساوي كام؟ اكس 1 بلس اكس 2 بيساوي صفر. انا بتكلم دلوقتي عن الايكواليتي بيساوي 2. تمام؟ يبقى عندي الاوبجيكتيف فانكشن وعندي الكونسترين وده طبعا ايكواليتي كونسترين. تمام؟ أول حاجة يا شباب إزاي بكتب شكل الكونسترين؟ لو عندي ايكواليتي كونسترين بالشكل ده هيتكتب بالشكل ده يا شباب. إكس 1 بلس إكس 2 ناقص 2 بيساوي صفر. لازم تكتبه بالشكل ده. القيمة دي على بعضها كده اللي هي إكس 1 زائد إكس 2 ناقص 2 القوس ده هو اللي هيتضرب في إيه؟ في المالتبلاير. تمام؟ طيب. فاكرين التفاضل والتكامل اولى ميكانيكا حاجه اسمها التوتال تشينج. التوتال تشينج لو عندي فانكشن في تو فاريبلز كنت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ شجره بتكتب وبتقول ان التوتال تشينج بتاع دي اف بيساوي تفاضل بارشل طبعا الفانكشن اللي هي اكس 1 واكس 2 بالنسبه لاكس 1 مضروبه في دي اكس 1. فاكرين الكلام ده؟ زائد تفاضل اف اوف اكس 1 واكس 2 بالنسبه لاكس 2 مضروبه في دي اكس 2. فاكرين الايكويشن دي يا شباب؟ دي التفاضل المتكامل بتاع اولى ميكانيكا. طيب لو جيت في معادله زي دي قسمت على دي اكس 1 تمام؟ بقت الايكويشن عامل ازاي؟ تفاضل الكل بقى الفانكشن بالنسبه لاكس 1 بيساوي دي اف اوفر دي اكس 1 دي اكس 1 على دي اكس 1 ب 1 زائد
ففاضل اف بالنسبه دي اكس 2 دي اكس 2 اوفر دي اكس 1. في مشكله لحد دلوقتي؟ لو جيت قلت ان انا هعوض باكس 1 بتساوي اكس 1 ستار واكس 2 بتساوي اكس 2 ستار جوه التفاضل ده. جوه التفاضل ده يبقى انا هحسب دي اف عند اكس 1 ستار واكس 2 ستار بالنسبه لدي اكس 1 بيساوي partial differentiation دي اف عند اكس 1 ستار واكس 2 ستار بالنسبه لدي اكس 1 زائد تفاضل بالنسبه لدي اكس 2 مضروب في دي اكس 2 على دي اكس 1. شباب لما عوضت في التفاضل الاول ب اكس 1 ستار واكس 2 ستار المفروض ده يساوي ايه؟ المفروض ده يساوي ايه؟ السيشن اللي فات يساوي صفر صح ولا غلط؟ تمام. انا عندي في المساله دي اقدر اكتب اكس 2 كفانكشن معينه في اكس 1 ولا لا؟ اقدر اكس 2 تساوي 2 ناقص اكس 1 تمام؟ حته كده بسرعه لما اقدر اكتب لما يكون عندي معادله جذريه تو فاريبلز بالشكل دول اقدر اكتب الايكويشن ك فاريبل فانكشن في الفاريبل الثاني بشكل صريح كده دي اسمها اكسبلسيت ايكويشن تمام؟ دي معلومه عامه يعني. طيب انا دلوقتي عايز اجيب دي اكس 2 بالنسبه لدي اكس 1 مش هي تفاضل دي 5 بالنسبه لدي اكس 1 صح ولا غلط؟ اللي هي الفانكشن اللي انا كونتها دي. يبقى كل اللي انا هعمله هشيل دي واكتب مكانها دي 5 بالنسبه لدي اكس 1 واشيلها من هنا برضو دي 5 بالنسبه لدي اكس 1. لحد دلوقتي في مشكله؟ في حاجه مش منطقيه؟ انا افترضت يا شباب وانا بكتب بشيل دي اكس 2 بالنسبه لدي اكس 1 واكتب مكانها دي 5 بالنسبه لدي اكس 1 ان انا اصلا قدرت اكتب الايكويشن دي بشكل اكسبلس اجيب اكس 2 فانكشن في ايه؟ في اكس 1. طيب في مساله ثانيه مثلا بشكل كونسترين عندي معقد مش عارف هو اكس 1 كلها في ترم واكس 2 في ترم لوحدها بحيث دي تبقى فانكشن في دي. دي هتبقى عكس الاكسبلس تبقى اسمها امبلس. امبلسيت ايكويشن. والامبلسيت ايكويشن دي يا شباب هي الجنرال فورم. ان طبيعي ان انا ما اعرفش اكتب دي فانكشن في ايه؟ اكس 1 ده طبيعي. لو حاجه سبيشال كيس منها ان انا اقدر اكتبها للايه؟ الاكسبلسيت ايكويشن. يبقى بالتالي لازم اشوف طريقه معينه هشيل بيها دي 5 باي دي اكس 1 دي من الايكويشن خالص. ليه؟ عشان انا اصلا مش ضامن ان انا هعرف اكتبها اكتب اكس 2 فانكشن في ايه؟ في اكس 1. فلازم اشوف طريقه معينه اكتب اشيل بيها اعمل بيها الاليمينيشن دي 5 باي دي اكس 1. ايه هي الطريقه دي يا شباب؟ بمنتهى البساطة أنا كل هعمل في الكونسترينت نفس اللي أنا عملته في الأوبجيكتيف فانكشن. هجيب التوتال تشينج للكونسترينت دي اتش بتساوي إيه بقى؟ تفاضل دي اتش بالنسبة لدي اكس 1 مضروب في دي اكس 1 بلس تفاضل دي اتش بالنسبة لدي اكس 2 مضروب في دي اكس 2 المفروض ده بيساوي إيه؟ بيساوي 0. طيب لما اقسم الايكويشن كلها على دي اكس 1 تساوي ايه؟ دي اتش اوفر دي اكس 1 بتساوي دي اتش باي دي اكس 1 دي اكس 1 على دي اكس 1 بواحد زائد دي اتش اوفر دي اكس 2 دي اكس 2 اوفر دي اكس 1 اللي هي دي 5 باي دي اكس 1 تساوي 0. تمام؟ خلاص اقدر من الايكويشن دي اجيب قيمه دي 5 اوفر دي اكس 1 هتساوي ايه؟ ناقص دي اتش اوفر دي اكس 1 على دي اتش اوفر دي اكس 2 دي هسميها معادله 1 او هسميها معادله 2 واللي هناك تبقى معادله 1 دي 2
ودي معدى واحد. في مشكلة؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا أجيب قيمة دي 5 ودي اكس 1 ودي الإيكويشن 2 دي هعوض عنها في المعدل واحد. تمام؟ هعمل إيه بقى؟ شباب كل اللي أنا عايز أفهمكم موضوع المالتيبلاير ده إزاي أصلا؟ يعني أنا ليه بعمل كده؟ باشمهندس معلش هو دي 5 على باي دي اكس 1 دي كانت إزاي؟ اللي هي أنا بص أنا عندي اكس 2 اللي هو الكونسترين هكتبه بشكل ان هو يكون فانكشن في اكس 1. الفانكشن دي انا مسميها فار، اي فانكشن سميها اي حاجه، سميها اكس 2 مثلا. تمام؟ يبقى تفاضل دي اكس 2 بالنسبه لاكس 1 هيساوي ايه؟ دي 5 بالنسبه لدي اكس 1 صح؟ طيب انا عندي الكونسترين ده لو جبت التوتال تشينج بتاعه زي ما عملت في اوبجيكت فانكشن يبقى دي اتش بتساوي تفاضل دي اتش بالنسبه لاكس 1 مكتوب في دي اكس 1 زي تفاضل دي اتش بالنسبه لاكس 2 مكتوب في دي اكس 2. كل ده يساوي صفر، الكونسترين بيساوي صفر، واي كونسترين عندك هتكون بيساوي صفر، صح ولا غلط؟ تمام. اقسم الايكويشن دي كلها على دي اكس 1 هتطلع ايه؟ دي اتش اوفر دي اكس 1 زائد دي اتش اوفر دي اكس 2 مضروبه في ايه؟ دي اكس 2 على دي اكس 1 لان هي بتساوي دي دي 5 على دي اكس 1، صح ولا غلط؟ خلاص هجيب قيمه دي 5 اوفر دي اكس 1 دي بدلاله ايه؟ التفاضل الاول دي اتش بالنسبه لاكس 1 واكس 2 عشان اعوض دي في المعادله دي واشيل دي 5 بالنسبه لدي اكس 1 خلاص من المعادله. تمام؟ يبقى عندي دي اف اوفر دي اكس 1 تساوي دي اف اوفر دي ده تفاضل كلي وده تفاضل ايه؟ جزء زائد دي اف اوفر دي اكس 2 اعوض بقى عن قيمه ايه؟ دي 5 اوفر دي اكس 1 اللي هي ناقص، يبقى دي هتبقى ناقص كام يا شباب؟ دي اتش اوفر دي اكس 1 دي اتش اوفر دي اكس 2 كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. تمام؟ تمام كده يا شباب؟ طيب هنكتب المعادله دي شويه كمان، يبقى دي اف بالنسبه لدي اكس 1 ناقص دي اف دي اتش. الاول عايز اعرف الفاليو اللي هو افترض ان انا المالتيباير ده اللي هو هيساوي ناقص دي اف اوفر دي اكس 2 على دي اتش اوفر دي اكس 2. ده باي ديفينيشن يا شباب، باي ديفينيشن ده اللي هو المالتيباير. انا اقدر اشيل من المعادله ايه؟ دي اف او ناقص دي اف اوفر دي اكس 2 على دي اتش اوفر دي اكس 2 واحط مكانها ايه؟ المالتيبلاير. يبقى عندي دي اف اوفر دي اكس 1 زائد المالتيبلاير موجود في دي اتش اوفر دي اكس 1 تساوي صفر. دي اللي هي معادله تفاضليه اقدر منها اوصل للمعادله بتاعت لاجرانج ثيري اللي هي اف زائد المالتيبلاير مضروب في اتش، ودي اللي هي لاجرانج. تمام كده يا شباب؟ انا ليه فرضت ده دي اف اوفر دي اكس 2 على دي اتش اوفر دي اوفر دي اكس 2؟ عشان دي اكس 2 هتروح مع دي اكس 2 وهيبقى ده مش فانكشن اصلا لا في اكس 1 ولا في اكس 2. تمام يا شباب؟ ده الاثبات بتاع ايه؟ بتاع لاجرانج ثيري. في مشكله؟ الحل ما فيهوش اي حاجه، يعني انت مجرد بتكون المعادله دي معادله لاجرانج دي وتبدا تحل الخطوات عليه خالص. حد مش فاهم حاجه في الاثبات؟ الاثبات عباره عن مجرد خطوات بتشيل حاجه وتحط حاجه بس. فكره المعادله توصل لايه؟ الشكل ده. في مشكله؟ مش عارف، انا بشرحها عشان تبقى فاهم بس. لو انت مش فاهم حاجه قول لي. يعني انا لما دخلت مثلا في المساله وقلت لك انا بشتغل لاجرانج ايكويشن اللي هو الاوبجيكت فانكشن زائد المالتيبلاير مضيف في الكونسترين او ليه؟ طب انت فاهم ايه اللي بتعمله؟ مش فاهم حاجه.
عايزين نحل المساله اللي احنا ايه كتبناها من شويه دي اللي هي كان بتقول الاوبجكتيف فانكشن اللي هي كانت فانكشن اكس 1 اكس 2 كده كلام اسود اهو تساوي اكس 1 ناقص 1 ونص سكوير بلس اكس 2 ناقص 1 ونص سكوير تمام دي الاوبجكتيف فانكشن الكونسترين اتش اللي هو اكس 1 اكس 2 كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 2 بيساوي 0. اول خطوه هعملها شغاله بتعمل ايه؟ تكون لاجرانج ايش؟ دي ال بتساوي ايه؟ الاوبجيكت فانكشن اللي هي اكس 1 ناقص 1 ونص سكوير زائد اكس 2 ناقص 1 ونص سكوير. ايه التغيير بقى؟ ان انا بضيف الكونسترين بشكل معين، بضرب الكونسترين في لاجرانج مالتيباي مالتيباي مضروب في اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 2 هي دي الاوبجيكت فانكشن ايه الجديد. هبدا اعمل ايه بعد كده؟ افاضل افاضل دي ال بالنسبه دي اكس 1 هتساوي ايه؟ هتساوي 2 اكس 1 ناقص 1 ونص صح كده؟ طيب الفضل ده 0 زائد A مالتيباي يساوي 0 حلو كده؟ طيب الفضل دي L بالنسبة لـ X2 بيساوي إيه؟ 2 X2 ناقص 1 ونص زائد برضو المالتيباي. طيب دلوقتي دول معادلتين جبريتين اللي هي مجهول ثلاث مجاهيل صح؟ انا الاول كنت بقول مجهولين اثنين بس عشان ما كانش عندي ده. طب دلوقتي عشان مش هعرف احلهم الحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ او فاضل كمان الكويشن دي بالنسبه لده عشان بس اجيب معادله جبريه ثالثه تعرف ايه؟ اعرف بيها احل الايه؟ الثلاث معادلات مع بعض تمام؟ دي ال ده هيساوي ايه يا شباب؟ اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 2 بتساوي 0 تمام؟ المفروض بقى انك تحل الايه؟ المعادلات دي مع بعض بطريقه ما تطلع منها قيمه اكس 1 بتساوي وقيمه اكس 2 بتساوي وتسيب بي اللي انت ايه؟ عملتها كده عشان مجرد تحل المعادلات مع بعض. انا للاسف مش حابب المسائل دي ومش عارف القيم دي تساوي كام بس عامه انت دلوقتي عندك دول دول الستيشنري بوينتس يا شباب تمام كده؟ اللي هتعوض بيهم في المعادله دي معادله ايه بقى؟ ال المره دي مش اف انك اوريدي كونت اوبجيكتيف فانكشن جديد وتجيب قيمه الفانكشن الايه؟ المينيمم او الماكسيمم عشان تعرف مينيمم او ماكسيمم كنت بتعمل ايه؟ الاتش ماتريكس بالظبط. شباب لو عندي اكتر من كونسترين هعمل ايه؟ يعني لو مديني هنا مديني هنا في اتش دي اتش 1 اتش 1 مديني اتش 2 كمان معادله هتزيد اي معادله ثانيه بعمل ايه؟ معادله هزودها في المعادله يبقى ده هو الاولاني وده الثاني تمام؟ يبقى هفاضل كام مره؟ هفاضل اول حاجه بالنسبه لاكس 1 كمان مره بالنسبه لاكس 2 مفيش ان انا عندي معادلتين اربع مجاهيل او مفاضل كمان مره بالنسبه للمالتيباير الاولاني يبقى عندي ثلاث معادلات كمان مره بالنسبه للمالتيباير الثاني يبقى عندي اربع معادلات اعرف حلهم اطلع منهم الاربع مجاهيل اللي يهمني فيهم هم ايه؟ هم دول الاثنين بس صفر ورقه عشان كده بيفهم المساله عادي يبقى الستيب الوحيده بس اللي انا بزودها ان انا بكون لاجرانج ايه؟ ايكويشن والاثبات اللي كان ده كله كان ايه ايه الفكره من لاجرانج ايكويشن دي؟ حد بينل؟ حضرتك بس لو كنت لما اجي اعوض بعض في الاف ولا في الـ لا في الليل بقى الليل بجيب الاف منهم بس انت كده كده ممكن يبقى عندك ايه؟ هتجيب اه الاف مينيموم مينيموم او ماكسيموم على حسب بقى انت هتكمل الخطوات بعد كده اللي هتكون الايه؟ الاتش ماتريكس فاكر الاتش ماتريكس؟
تمام، بس يعني لو قال لي احسب الاف مينيمم في المساله دي هعوض ده في ال ولا لا؟ هتعوض في الاف، سوري هتعوض في الاف، هتعوض بالقيمه في الستيشنري بوينتس خلاص. دي مش انت مش هتستفاد منها حاجه، هتعوض هنا في الايه؟ في الاف. تمام، دي انت كونتها علشان بس تعرف تحل بيها. تحل بيها ازاي؟ انك تدخل الكونسترين جوه الاوبجكت فانكشن. في الاف، في الاف يا شباب، لان هي دي الاوبجكت فانكشن الاساسيه بتاعتك. ممكن ندخل في الايكواليتي وبعدين نبقى نحل مسالتين كمان ولا حاجه، كنا مساله مش شباب كلكم نعدوا كده خلاص؟ حد مش فاهم؟ شرحنا دلوقتي ايه؟ الايكواليتي كونسترينت. طيب الجزء الثاني الايكواليتي كونسترينت. يعني ايه الانيكواليتي؟ يعني متباين، يعني يكون مديني الكونسترين اللي هو اتش ده او اتش 1 و اتش 2 يعني اكبر من او اقل من. تمام كده؟ انا عشان احول الايكواليتي كونسترين لمساله اه كونسترين عملت ايه؟ كونت، عملت ستيب زياده اللي هي انا كونت فيها الجراوند ايكويشن. علشان احول الانيكواليتي كونسترين الايكواليتي كونسترين هعمل كمان ستيب زياده وارجع اعمل الستيب اللي انا قلتها في اول السكشن بتاعت ايه؟ لاجرانج ايكويشن وبعدين احل عادي. تمام كده؟ يبقى انت لو عندك المساله دي كواليتي كونسترين انت بتزود خطوه زياده عشان كونسترين اللي هي لاجرانج ايكويشن. طب لو المساله ايه كواليتي؟ بتحول الايه كواليتي؟ كواليتي بطريقه معينه وبعدين تحول الايه كواليتي لان كونسترين. تمام كده؟ ازاي بقى؟ ناخد مساله برضه ونشرح عليها. هي تقريبا نفس الايه؟ نفس الايه؟ المسألة. Objective function is same. x1 ناقص 1.5 سكوير بلس x2 ناقص 1.5 سكوير، والمرة دي h تساوي x1 بلس x2 أقل من أو يساوي 2. تمام؟ إيه الخطوة اللي أنا بعملها يا شباب علشان أحول دي؟ علشان أحول دي الايكواليتي. احنا قلنا اي انيكواليتي بنكتبها بشكل ازاي؟ لو هي اكبر من بخليها اقل من. طب هي هنا اقل من الاتش كده يساوي اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 2 اقل من ايه؟ من 0. طيب لو كانت الاتش دي اكس 1 بلس اكس 2 اكبر من او يساوي 2 كنت هكتبها ازاي؟ بالظبط. حد بيسال؟ كنت هكتبها ازاي؟ 2 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2. تمام كده؟ هيكون عندي دايما الكونسترين ده، هيكون عندي دايما الكونسترين ده ايه؟ قيمه اقل من ايه؟ من 0. يبقى دايما الاتش دي اي كونسترين هيكون ايه؟ اقل من 0. مفهومه دي صح؟ طيب عندي انيكواليتي دايما اقل من 0، عايز اخليها اتش تساوي زيرو، تعمل ايه؟ اكيد هضيف عليها قيمه اكبر من زيرو، صح؟ صح ولا غلط؟ عشان احولها الستيب اللي انا هعملها ان انا هكتب شكل الانيكواليتي بالشكل ده. الاتش دي هتساوي اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 2، القيمه دي كلها انا عارف ان هي اقل من زيرو. هضيف عليها قيمه اسمها اس. القيمه دي لازم تكون ايه؟ اكبر من زيرو علشان مجموع الاثنين يساوي زيرو. تمام كده؟ الاس دي يا شباب بسميها سلاج فاريبل. بسميها ايه؟ سلاج فاريبل. انا دلوقتي الاس دي لما ضفتها لازم اكون ضامن 100% ان الاس دي تكون ايه؟ تكون اكبر من زيرو، والا انا ما حولتهاش للايكواليتي. لو كانت القيمه دي تساوي صفر او اقل من الصفر
يبقى المساله دي يبقى الكونسترين ده مش هيتحول لكواليتي، يبقى بالتالي ده اصبح كونسترين زياده في المساله ان الاس لازم تكون اكبر من صفر. تمام؟ علشان اتفادى ان انا ازود كونسترين زياده في المساله مش هكتب حاجه اس بقى، هكتب اس سكوير، وبالتالي مهما كانت قيمه اس كانت بوزيتيف كانت نيجاتيف انا ضامن ان اس سكوير اكبر من صفر. عن كل الجديد لحد دلوقتي ان احنا زودنا فاليو الانيكواليتي، الفاليو دي هتكون اكبر من الصفر. لما اجمعها على القيمه اللي هي اقل من الصفر هيخلي الكونسترين بايه؟ بزيرو، يعني تحول من انيكواليتي لايه؟ لايكواليتي. طيب الاس ده احنا قلنا بنسميه سلاك فاليو. طيب ممكن يكون الاس دي بتساوي صفر وممكن تكون ايه؟ اكبر من الصفر. هل وارد ان هي تكون اقل من الصفر؟ لا. طيب لو كانت بتساوي صفر يبقى اوريدي اصلا الكونسترين ده من الاول ايه؟ ايكواليتي، صح ولا غلط؟ في الحاله دي بسمي الكونسترين ده اكتف كونسترين. يعني ايه اكتف كونسترين يا شباب؟ يعني اوريدي هو ايكواليتي من غير ما احتاج ان انا اضيف له سلاك فاليو. تمام؟ لو قيمه الاس بقى جت كده يبقى ده ال H ده ان اكتف كونسترين. بمعنى ان انا محتاج اضيف له قيمه اكبر من الصفر علشان احوله من انيكواليتي لكواليتي. تمام؟ طيب بعد ما كونت ال H اللي هي الجديده الكونسترين الجديد اللي هو حولته من انيكواليتي لكواليتي، كل اللي انا هعمله بقى ان انا ايه؟ هكون الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ لاجرانج ايكويشن بالظبط كده. لاجرانج ايكويشن هتكون ايه بقى؟ ال هتساوي الاوبجيكت فانكشن الاصليه اكس 1 ناقص 1 ونص سكوير بلس اكس 2 ماينس 1 ونص سكوير بلس الملتيبلاي موجود فيه الكونسترين اللي هو تحول من انيكواليتي لايكواليتي اللي هو ايه؟ اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 2 ناقص 2 بلس اس سكوير. في مشكله كده يا شباب، دي بقى الاوبجكت فانكشن اللي انا هعملها التفاضل، اساوي التفاضل بالصفر عادي خالص. يتكون بقى الايه؟ التفاضل، التفاضل الاوبجيكت فانكشن اللي هي ال دي بالنسبه لاكس 1 تساوي 2 اكس 1 ناقص 1 ونص سكوير زائد سكوير ايه؟ مش سكوير، لا مفيش سكوير سكوير. التفاضل الثاني دي ال بالنسبه لدي اكس 2 تساوي برضه 2 اكس 1 ناقص 1 ونص. دلوقتي انا عندي يا شباب معادلتين في ثلاث مجاليف، يبقى لازم اجيب ما احبش بقى المشكله يعني اكس 1 واكس 2 بالاخر مش هنحلهم، انا هكتب لكم الارقام خلاص. دي ال بالنسبه لدي بالنسبه للمالتيبلاي هيساوي اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 2 بلس اس سكوير يساوي صفر. كده برضو ظهر عندي مجهول زياده اللي هو الاس، فلازم افاضل الايه؟ الايكويشن دي كمان مره بالنسبه للاس. هتساوي 2 سي الملتيبلاي في الاس، صح كده؟ بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. شباب الايكويشن دي اللي هي انا فضلت فيها بالنسبه للاس، خد بالك من المسميات بالله عليك، نسميها سويتشنج ايكويشن او سويتشنج كونديشن.
ليه بقى؟ لان انا قلت من شويه ان الاس دي ممكن يكون ليها قيمتين، يا اما اس دي تساوي صفر، يا اما اس دي اكبر من الصفر. ولو كانت الاس دي تساوي صفر يبقى الكونسترين كان اسمه ايه؟ اكتف كونسترين. ولو اكبر من الصفر يبقى ان اكتف كونسترين. طيب علشان المعادله دي تتحقق حاجه من اثنين، يا اما الاس تساوي صفر، يا اما الملتبلاير بتساوي صفر. فده السويتشنج اللي انت بتعمله. اول حاجه هتفرض ان الاس هي اللي بتساوي صفر، يعني الكونسترين ده اكتف كونسترين وتحله، تمام؟ تاني حاجه تفرض ان الملتبلاير هو اللي بيساوي صفر والاس اكبر من الصفر وتحله. يبقى انت هيكون عندك ايه؟ حلين يا شباب. الكيس الاولى ان الكونسترين كان اكتف كونسترين، يعني الاس تساوي زيرو، وبالتالي الاس هتختفي من المعادله دي، تمام؟ وهيبقى عندي ثلاث معادلات اللي هم موجودين في الايه؟ في الايكواليتي كونسترين. لان الاس لما بقى تساوي زيرو اتحول الاتش من انيكواليتي لايكواليتي، تمام؟ وبالتالي هنا لما حل الثلاث معادلات دول مع بعض هيديني اكس واحد ستار بيساوي واحد، اكس اثنين ستار بيساوي واحد برضه، والمالتبلاير كنت بواحد، وهنا اس بصفر، تمام؟ طيب الحل الثاني للسويتش الثاني ان انا اعمل ايه؟ ان المالتبلاير هو اللي بيساوي زيرو، تمام؟ الحاله دي اس ليها قيمه اكبر من ايه؟ اكبر من زيرو. لما اجي اعوض على المالتبلاير هنا بزيرو في الايكويشن دي هيطلع لي اكس واحد ستار واحد ونص، اكس اثنين ستار بي واحد ونص، المالتبلاير قيمته بزيرو، هيطلع لي اس سكوير ناقص واحد. يبقى بالتالي الحل ده يا شباب ايه؟ نوت فاليد، عشان اس سكوير بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. يبقى الحل اللي عندي ان اكس واحد واكس اثنين ستار اللي هم الستيشنري بوينتس بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. اعوض بده في الاوبجيكتيف فانكشن واحسب قيمه الايه؟ الاوبتيمال فاليو للاف. ممكن يطلع لي ممكن يطلع هتشوف بقى في المعادله اللي جايه. يعني في مساله اقول لك ان هم اول مسالتين في الشيت جايب نفس المساله بالظبط، بيقول لك ماكسمايز والثانيه مينيمايز، هتلاقي حاله منهم بيطلع الماكسيموم وحاله منهم بيطلع المينيموم. لازم اكلمك بقى بالظبط، لازم الا لو مديك اثنين. يعني لو مديك المساله مثلا كده ايه زي ما موجوده في الشيت فانت مش محتاج تعمل اتش، لكن في الامتحان لو هي مساله واحده لازم تعمل التشيك بتاع الاتش، تمام؟ حد بيه؟ هو الدكتور بعت لك الشفاء؟ نعم. شغال لكم بلا ايوه هم ست شفاء. المسألة الأولى بيقول لك ماكسمايز. لما بقول لك ماكسمايز أنت محتاج تعمل التشيك بتاع الاتش بتاع الاتش ماتريكس؟ محتاج. يقول لك دي رقم واحد في الشيت يا شباب اللي هو الشيت 6. بيقول لك ماكسمايز اف دي الاوبجيكتيف فانكشن، فانكشن في 2 فاليوز تساوي 4 اكس 1 تربيع زائد 3 اكس 2 تربيع ناقص 5 اكس 1 اكس 2 ناقص 8 subject 2. يعني نديك الكونسترين ده اكس 1 بلس اكس 2 اقل من 4. انا هكتب الكونسترين زي ما اتش بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 4 اقل من بيساوي 0، تمام؟ الخطوه الاولى ان انا اعمل ايه؟ ان انا احول الانيكواليتي كونسترين ده لايكواليتي كونسترين. الايكواليتي كونسترين اتش هتساوي اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 4 زائد اس سكوير يساوي 0، تمام؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا اكون ايه؟ لاجرانج ايكويشن ال. ال دي كانت بتساوي ايه؟ الاوبجيكت فانكشن دي اللي هي 4 دي
ده شباب 4 اكس 1 سكوير زائد 3 اكس 2 سكوير ناقص 5 اكس 1 اكس 2 ناقص 8 زائد ايه بقى؟ المالتيبلاير مضروب فيه الكونسترينت اكس 1 بلس اكس 2 دول يا باشمهندس ولا تزودنا لان عشان بس انا ما اكتبش الف تاني فمسحت الف وكتبت ايه ما هو كسب هو كمان. طيب الخطوه اللي بعد كده يا شباب ان نعمل ايه؟ فاضل بالظبط فاضل دي ال بالنسبه لدي بالنسبه لاكس 1 يبقى 2 في 4 8 اكس 1 ناقص 5 اكس 2 زائد المالتيبلاير بيساوي 0 فاضل بالنسبه لاكس 2 نسوي يا شباب سام 6 اكس 2 ناقص 5 اكس 1 زائد المالتيبلاير بيساوي 0 عشان اجيب عشان احل المعادله دي تكون المعادله الثالثه اللي هي التفاضل بالنسبه لايه؟ للمالتيبلاير هيساوي ايه؟ اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 زائد اكس سكوير يساوي 0 المعادله الرابعه اللي هي التفاضل بالنسبه لايه؟ سلاك فاليوز اس هيساوي دايما هيساوي 2 في المالتيبلاير في اس هيساوي ايه؟ هيساوي 0. في مشكله لحد دلوقتي؟ ما تبقاش سامع حاجه؟ تمام. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه يا شباب؟ بقول ان انا عندي تو سويتش، عارفين سويتش اللي في المكتب؟ بقول لك لو كان كذا اعمل كذا، لو كان كذا اعمل كذا، عارفين الامر ده؟ حاجه زيه كده. فانت هتقول مثلا سويتش او اس بتساوي ايه؟ صفر، تمام؟ تقوم معوض اس بتساوي صفر الايكويشن دي، اول حاجه الايكويشن تتحقق، ثاني حاجه اس اتشالت من هنا، بقى عندك الايه؟ ثلاث ايكويشنز اللي هيبقوا موجودين لو كان الكونسترين ده ايكواليتي، صح؟ لان الاس لما تساوي صفر هتحول هتخليها ايه اصلا من ايه؟ اللي هو ايه؟ اتش هتبقى ايكواليتي. في الحاله دي هتيجي تحل هتطلع قيمه اكس 1 ستار بي 1.8 3 3 3 اكس 2 2.1667 دول ستيشنري بوينتس يا شباب تمام؟ هتعوض بيهم في الاف هتطلع بيه ناقص 1 على 3 انا لحد دلوقتي مش عارف هي دي ماكسيموم ولا مينيموم ما تستعجلش وتضيع وقتك وتعمل الموضوع الاتش ماتريكس كمل بس المساله وحط الايه؟ المالتيبلاير بي هو اللي بيصفر يبقى ده الحل الاولاني. الحل الثاني بقى 2 ان المالتيبلاير هو اللي بيصفر بزيرو بالتالي الاس هي قيمه يبقى هتعوض عن المالتيبلاير هنا بزيرو وهيبقى عندك ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل اللي هم ايه؟ اكس 1 واكس 2 واس هتحسب اكس 1 ستار هتطلع بيه زيرو اكس 2 ستار بي زيرو ومنهم هتحسب قيمه الفانكشن هتطلع بيه ناقص 8. النقطة دي يا شباب اللي هي عندها الاكس 1 1.8 من 10 1.83 وفي اكس 2 2.16% دي بتكون مينيموم ولا ماكسيموم؟ ماكسيموم بالظبط ماكسيموم بوينت. طيب دي هتبقى وانس ممكن وانا بعوض الاس تطلع بأقل من الصفر ازاي؟ ما هو الثانية طلعت انفاليد لما عملت لا الثانية كانت الاس سكوير هي اللي هي ماشي ما ممكن اطلع الاس سكوير هنا تطلع عشان ما ينفعش هتبقى الحل ده مش مظبوط بس المسألة ما فيهاش غير بوينت واحدة بس يعني دي ما بيعملش ايوه فاهم قصدي؟ بس هي المسألة دي مش كده الاس سكوير مش هتطلع اقل من الصفر تمام؟ وبالتالي طلع عندك ايه؟ حلين لما عوضت الحلين واحد منهم اداك القيمة الماكسيموم اللي هي المسألة الأولى واحد منهم اداك المسألة إيه؟ القيمة المينيمم. المسألة الثانية بقى في الشيء بيقول لك إيه؟ بيقول لك نفس المسألة كده مينيمالي. خلاص يبقى حلتها هي دي البوينتس اللي بتديك المينيمم تمام كده؟ احنا ممكن نشوف أي مسألة كده من الشيء بقى نحلها تمام؟
ده مش سامع على حاجه بص يا هندسه هو انت لو عندك يعني مساله واحده بس تمام مطالب منهم حل انفاليد مثلا تمام وطلع لك نقطه واحده فخلاص النقطه دي يا اما هي الماكسيمم يا اما المينيمم يعني لو عندك حالين زي دول مثلا هو مش قايل لك الماكسمايز او قايل لك ماكسمايز مثلا عواطف ايه طلعت واحده ماكسيمم وطلعت واحده المينيمم يبقى دي حل ميجر اتش طب لو مش قايل لك طلعت اوبتيما مثلا هي المينيمم او الماكسيمم وده مش هيكون وارد لان انت اوريدي عارف الاوبجكت فانكشن انت عايز المينيمم بتاعتها ولا عايز الماكسيمم هي مثلا كوست فانكشن ولا بروفيت فانكشن صح ولا غلط؟ كويس يا المسائل اللي بيجي يقول لك عايز ماكسمايز ومينيمايز بيبقوا يديك الاوبجكت فانكشن والكونسترين ولا انا بطلعهم من اكيد هتطلعهم في الكونسترين مش هتحل صراحه في الاول بقى انت ايوه جميل. هو بص هو المنهج كله انك بتبيض اب يعني ماشي كده من اول المنهج كان انت عندك مساله كبيره كده وهي فيها خطوات كل محاضره سيكشن بتاخد خطوه فيها هي مساله الاوبتمايزيشن كده يعني حتى السكشن اللي بيقول لكم اللي هو الانكونسترينت ده حاجه مش موجوده انا بس مدخل كده للايه؟ للكونسترينت اللي هو موضوع التصاعد وموضوع الاتش ماتريكس والحاجات دي كلها وبعدين دخلت بالفيني كواليتي في الايكواليتي قلت لك دي هتوصلك للايكواليتي بطريقه معينه هي كده يعني ستيب باي ستيب يعني انت مالك يا عم معروف ان كده لا ما تحطش في مشكله؟ ده؟ انا ما طلعتش قيمه عشان مش عايز حاجه بس هو ليه قيمه هو ليه قيمه هنا؟ نحسبها اعتقد ليه قيمه تمام يا ده اللي بصفر يا ده اللي بصفر بس الكومه دي انا مش عايزها في حاجه يعني يا اشتغلت من اول غلط كل حاجه ورا بعض مش عارف برضه كده انا مش هخش انا صح هخش الموضوع بس انا للاسف انا مش شفت الماده دي مش عارف شكل الامتحان بجد ولا حتى شفت الامتحان قبل كده شباب المهم تكونوا فاهمين بس يعني الخطوات دي جايه منين؟ ايه الكونسيبت بتاعها يعني؟ مش مجرد بس دروس حاجات خالص. ممكن دكتور مثلا يجي يديك مساله كواليتي كونسترين مع ان كواليتي كونسترين مثلا. شكلها ازاي بقى؟ هتحول ان كواليتي هتحول ان كواليتي كواليتي تحط فلاج فاليو. وبعدين ان كواليتي مش محتاج تعمل فيها حاجه مجرد تضربها في الاختبار بتاعك. تمام؟ والان كواليتي اللي انت حولتها لكواليتي تبقى مصر صح ولا غلط؟ فلو انت فاهم يعني اعتقد ممكن تعمل اي حاجه. فيها اكثر من كونسبير. هيكون عندك كام فاريبل كام سبيل فاريبل كل واحده فيها سبيل فاريبل بتاعها يعني اس واحد هضيفه للكونسبير الاولاني اس اس اثنين اس واحد سكوير طبعا اس اثنين سكوير. هو علم الاوبتمايزيشن ده اصلا مبني على الرياضه، لو انت شاطر في الرياضه او عقلك بيتخيل الحاجات دي هتلاقي الموضوع سهل يعني. بس انا عايز اقرا معاك بس اللي هو البروجكت ده بس نشوف مساله طيب اول يعني مثلا ممكن ناخد مسألة 8 انا اخترتها كده بالصدفة. مسألة 8 بيقول لك مينيمايز اف تساوي اكس سكوير سكوير بلس اكس 2 ناقص واحد سكوير ويديك The constraint subject to x1 plus x2 minus 4 fundamental 0 x1 minus x2 minus 2 fundamental 0
هنا ازاي بره؟ اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ الكونسترينت دي ان كواليتي كونسترينت، حولهم ايه؟ كواليتي كونسترينت ازاي؟ عندي اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 اضيف الايه؟ زائد بلد اس 1 سكوير، تمام؟ طيب الايكويشن دي او الكونسترينت ده هتبقى اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 زائد اس 2 سكوير ده هيساوي صفر وده هيساوي صفر. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه دلوقتي هو ايه؟ لاجرانج ايكويشن صح؟ اكس 1 ناقص 1 هندسه ايه؟ طب ظبط بس اكس 1 ناقص 1 سكوير بلس اكس 2 ناقص 1 سكوير بلس الكونسترينت الاولاني اللي هو اكس 1 بلس اكس 2 ناقص 4 زائد اس 1 سكوير زائد الكونسترينت الثاني اكس 1 زائد اكس 2 ناقص اكس 2 ناقص 2 زائد اكس 2 سكوير دي اللي هي الايه؟ لاجرانج كويش اضرب ان واحد وان ما تضربش تمام كده يا شباب دي اللي هي ايه؟ لاجرانج ايكويشن كل اللي انا هعمله ان انا هفاضل لاجرانج ايكويشن دي بالنسبه لايه؟ لاكس 1 تطلع ب 2 اكس 1 ناقص 1 تفاضل ده صفر زائد الجار الاولاني زائد الجار الثاني يساوي 0 بعدين افاضل بالنسبه اكس 2 سالب 2 اكس 2 ناقص 1 زائد الجار الاولاني ناقص الجار الثاني يساوي 0 بعدين فاضل بالنسبه للجار الاولاني يساوي ايه؟ هديني الكونسترينت دايما التفاضل بالنسبه للمالتيباير هديك الكونسترينت يساوي اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 بلس اكس 1 سكوير يساوي صفر المالتيباير الثاني يساوي اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 زائد اكس 2 سكوير يساوي صفر طيب دول كام معادلة يا شباب؟ أربعة عندي فيهم كام مكسور؟ عندي إكس 1 وعندي إكس 2 وعندي المالتيباير الأولاني والمالتيباير الثاني وعندي إكس 1 وإكس 2 عندي ست يبقى أنا محتاج معادلتين كمان اللي هما إيه؟ التفاضل بالنسبة لإكس 1 هيساوي 2 المالتيباير الأولاني إكس 1 يساوي صفر ودي سويتشنج كونديشن الاولاني تمام في مشكله يا شباب كل الجديد في الموضوع ان انت احتماليه الحلول عندك زادت شويه ازاي بقى الكونديشن الاولاني او السويتشنج كونديشن الاولاني كان بيقول لك ايه سويتشنج كونديشن واحد كان بيقول لك ممكن يكون ايه؟ يساوي صفر ممكن يكون ايه؟ يساوي صفر اس 1 يساوي صفر و المالتيباير الاولاني يساوي صفر تمام؟ في الحاله دي ممكن برضه الكونديشن الثاني يكون اس 2 يساوي صفر و المالتيباير الثاني يساوي صفر ده وده يعني او ان يكون
المطلوبه الاولاني بتساوي صفر ومعايا الاس 2 هي اللي بتساوي صفر او معايا المطلوبه الثاني هو اللي بيساوي صفر. يبقى انت عندك دلوقتي احتماليه الحلول زادت ازاي؟ ده يا شباب حل واحد تمام؟ ده حل تاني صح ولا غلط؟ ده حل تاني ده حل رابع. أول حاجة هتعملها إنك تقول أنا عندي اس واحد والاس اتنين صفر وتعوض في الايكويشن دي اس واحد واس اتنين بصفر تمام؟ هيكون عندك أربعة ايكويشنز في أربع مجاهيل تحسب الأربع مجاهيل دول اللي هو هيهمك إيه؟ اكس واحد واكس اتنين تمام؟ تعوض بيهم على الإيه؟ الأوبجيكتيف فانكشن وتطلع قيمتها تمام؟ بعد كده تقول إن اس واحد بيساوي صفر والمقدار الثاني بيساوي صفر برضه تعوض وتحسب ايه؟ قيم. فانت عندك لحد دلوقتي كام نقطة؟ اثنين. بعدين تاخد الكونديشن ده عندك ثلاث نقط، وبعدين الكونديشن ده عندك أربع نقط لحد دلوقتي. ممكن يكون في حالة فيهم انفاليد أو اثنين انفاليد. تمام؟ تمام يا شباب؟ لو عندك كام نقطة دلوقتي؟ اكس واحد واكس اثنين أربعة. ممكن يكون في واحدة فيهم مش موجودة، بس خلينا نقول إن فيها أربع حلول أو أربع نقط. هو كان بيقول لك مينيمايز. عشان تعرف ان النقطه اللي بتديك المينيمم فاليو بتعمل ايه؟ لغير ما تجيب الفضول الثاني لو عندك اربع نقط عوض بيهم في الفضول وشوف القيمه مين صح ولا غلط؟ صح يا شباب في مشكله كده؟ الحل هو حتى في اربع حلول لو عندك كتير يعني بيقول لك ان الحل اللي هيديك الحل الوحيد اللي هيديك قيمه هي ان عندك المولتيبلاي الاولاني والمولتيبلاي الثاني بيساوي صفر اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هيديك قيمه، هيديك قيمه الاكس واحد بكام بقى؟ اكس واحد داش اللي هو كونديشن 4 المولتيبلاي الاولاني بيساوي المولتيبلاي الثاني بيساوي صفر هيديك اكس واحد بي واحد اكس اثنين واحد برضه تاخد دول تعوض فيهم في الفانكشن الاصليه اللي هي دي بس هيديك قيمة الاف منهم بكام؟ في مشكلة يا شباب؟ ما هو يعني الحل قدامي اصل انا مجنون هو بيقول ان مفيش اصلا حل فانت طبعا لازم تعوض وتجيب اربعة ممكن تلاقي حل انفاليد زي ما طلعت هنا من شوية في اس ايه؟ اس سكوير بيساوي رقم ثابت فده انفاليد مش هتجيب قيم بقى خلاص فاهم قصدي؟ لكن الفكره الطبيعي ان يكون في اربع طالما عندك اربع كيس يبقى يكون اربع احنا عملنا اربع بس مش كده مش اللي هو خلي ما هو دول الاربع كونديشن دول بيحققوا الاربع احتمالات ما هو مفيش حاجه اكتر من كده ممكن هي اللي هتفرق صح؟ خلاص يا شباب كده ايه؟ كده مفيش حاجه اكتر من كده في السكشن ده